السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، أيها الأساتذة الكرام والرؤساء الفضلاء والسامعون العظام، في هذه الحفلة الميمونة أبد أن أشاطر معكم بعض الأفكار. أولا وقبل كل شيء، أنا مسرور جدا لأطيع لي فرصة ذهبية أمامكم للخطبة البليغة. الحمد لله. موضوعي مختار: الحضارة الإسلامية، نموها وتدورها. أهل الإيمان والعقيدة، كل أمة من الأمم لديها ما تفاخر به من رجال خطوا أسماءهم في منجزاتها، أو أيام موعدا لانتسارها ومجدها، أو أحداث أظهرتها وأشهرتها. وامتازت أمة الإسلام عن سائر الأمم بأنها أمة كتابها محفوظ ودينها موروث، وعلى وفق دينها بنت حضارتها وسنت تشريعاتها وتعاملت مع غيرها، فكانت أمة حق وعدل ورحمة حين كان غيرها من الأمم أهل باطل وظلم وقسوة. عباد الله، إن الحضارة الإسلامية تنفرد بين كل الحضارات بنظمها وتشعيرها وقوانينها، لأنها نشأت وتفتحت برائمها في كنف القرآن الكريم والسنة النبوية. فكان الرسول صلوات الله عليه إمام المسلمين وقاعدهم وقاضيهم وأميرهم ومعلمهم. هكذا استمرت التدور الحضاري ثم ازدهرت ونمت في العصر العباسي مع اتساع حدود الدولة الإسلامية. لقد كانت حضارة الإسلامية من أرقى وأوسع الحضارات امتدادا عبر الزمان والمكان، فعمت أرجاع العالم وحكمت العالم 13 قرنا. كانت مضرب المثل في إسهاماتها في شتى مجالات الحياة. هل تعرفون بغداد؟ كانت نموذجا جذابا بعمارتها وثروتها في عهد المنصور والرشيد والمأمون. وكانت دمشق والقاهرة وحلب وسمرقند وإصفهان وحضارات أخرى كثيرة من بلاد الإسلام أمثلة رائعة ونماذج طيبة للجمعاء. عباد الله، لكن الآن الأحوال قد تغيرت والأمور قد تبدلت من الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الغربية التي نشرت وغرزت مغالبها في كافة المجالات. يا للأسف، كل الأسف، فسدت الاقتصاد بالربا والقمار، وخنقت الفقراء بالغشي والاحتقار، وبقي الفقير فقيرا والغني غنيا والقوي قويا والضعيف ضعيفا. عندما نبحث نجد أن هناك عدة أسباب أدت لتدور الحضارة الإسلامية، منها غياب مفهوم التوحيد وتسلل مفهوم الشرك والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي وما إليها من عوامل التي لعبت دورا مهما في تدور الحضارة الإسلامية. ليس من الممكن أن نقول أن الحضارة الإسلامية قد تدورت تدورا كليا أو سقوطا نهائيا، بل هناك إمكانيات كثيرة بالنهوض مرة أخرى بالأمة العربية بالرجوع إلى عقيدتها السليمة. أختتم راجيا من الله نهضة الحضارة الإسلامية مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.